أكثر من المرض. دخلت عاملة النظافة على مريض بانتظار عملية قلب وهي تنظف، سألته: من طبيبك؟ قال لها الطبيب فلان. قالت له: لا يمكن. قالها: لماذا؟ قالت له: لأن هذا الطبيب لا يمكن أن تحصل عليه إلا بعد مرور سنة من الحجز. ثم هذا الطبيب أجرى إلى الآن 1000 عملية وكلهن تم بنجاح. ارتفعت معنويات المريض، ذهب الخوف من عنده، أجري العملية وتمت بنجاح. بعدها عرف أن تلك الإمرأة لم تكن عاملة نظافة أساسا، بل هي طبيبة نفسية مهمتها إزالة الخوف والقلق من المريض قبل العملية، لأن الخوف والقلق دور جدا كبير في فشل العملية أو نجاحها أو حتى في قتل البشر. عندما ننشر الأخبار المرعبة عن مرض الكورونا، ننشر الخوف والرعب في قلوب الناس، يرتفع عندهم الضغط، يكسر البروتين، يضعف عندهم الجهاز المناعي، حيث بإمكان أي مرض بسيط أن يقتل البشر. فلا تساهم بقتل البشر عن طريق نشر الأخبار المرعبة دون أن تعلم. يقولون الأطباء: اعمل بثلاث ولا تهتم. الأول: غسل اليدين بالصابون يوميا وعلى طول. الثاني: عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى. وللي عند قصد يسافر في هذه الأيام، أرجوك إلغي السفر الآن، مو وقت السفر. بالحقيقة الكورونا سيئة جدا، ولكن اللي ينقل الكورونا هو أسوأ من عدها. ثالثا: الدعاء والدعاء والدعاء. تعالوا ندعو يوميا بهذا الدعاء صباحا ومساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. مرت مريم بنت عمران بظروف صعبة لا توصف، ولكن رغم ذلك قيل لها: كلي واشربي وقري عينا. قال يعقوب لأولاده: لا تخافوا. قال يوسف لأخيه: لا تبتئس. قال شعيب لموسى: لا تخف. وقال الله لي ولكم: لا تقنطوا. تعالوا ننشر الطمأنينة والثقة بالله بدل الخوف، فرسالة الله لي ولك هي: إن مع العسر يسرا.